عايزه اقول لكم الكيكه دي من احلى الكيكات، هشه بطريقه رهيبه، تحسيها كده من جوه مسقيه شوكولاته. تعالوا بينا نشوف المقادير. عندنا كوبايه من الدقيق، المقدار ده مقدار انجلش كيك، قالب الانجلش كيك ده على قده بالظبط. كوبايه دقيق، نص كوبايه كاكاو خام، هنحتاج 3 ارباع كوبايه سكر، بيضتين، نص كوبايه حليب، ربع كوبايه زيت، وهنحتاج معلقه كبيره من البيكنج باودر وفانيليا، رشة ملح بسيطة، وتلت كوباية مية مغلية. تمام، ده كده مقدار الكيك اللي تقدري تعمليه وتقدميه لوحده خالص. أما النهاردة هنعمله صوص لطيف جدا جدا، هيخلي طعمه كمان أحلى وأحلى. وعندنا صوص الشوكولاتة هيبقى عبارة عن كوباية حليب، ربع كوباية كاكاو خام، معلقة كبيرة من الزبدة، معلقتين كبار من الدقيق، نص كوباية سكر، وربع كوباية مية. ده المقدار بتاعنا. قولوا بينا يلا نجيب المضرب بتاعنا، نجيب طبق غويط نعجن فيه، ونبتدي نشتغل في الكيك. وقبل ما نشتغل في الكيك نصايح بسيطة علشان الكيك ينجح معاكي. أولا البيض، اللبن، كل المكونات بدرجة حرارة المطبخ مطلعاهم طبعا، بس ما نفقش البيض غير ساعة الشغل على طول. كل المكونات مطلعاها من التلاجة قبليها بنص ساعة ساعة علشان تاخد حرارة الجو. قبل ما ابدا على طول اروح اشغل الفرن بتاعي على درجه حراره 170 واظبطه من البدايه على درجه حراره التسويه. حاجه كمان، القالب بتاعنا فين القالب بتاعنا يا شباب؟ زي الفل. القالب بتاعنا لازم يكون جاهز، دهنينه زبده ورشينه بخليط من الدقيق والكاكاو علشان بما اننا بنعمل كيك شوكولاته. تمام، دي كده اساسيات علشان الكيك يظبط معانا. الدقيق بتاعنا دقيق متعدد الاستخدام، نخلينه مره واثنين وثلاثه، ده افضل عشان تاخدي نتيجه 10 على 10. السكر، السكر لازم يكون سكر ابيض بس حبيباته ناعمه مش خشنه. كل ما السكر كانت حبيباته ناعمه كل ما هيديكي نتيجه كويسه. مش عايزين سكر باودر، عايزين سكر عادي بس يكون ابيض وحبيباته ناعمه. تمام كده قلنا بعض النصايح، بينا بقى نشتغل. ناخد البيض، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا على طول نحط معاه الفانيليا والسكر. يلا بينا، بسم الله، ونضربهم كويس مع بعض. عندي احساس انهم مش راكبين مظبوط. بسم الله، بعد ما بنخلط كويس جدا وبنضرب البيض والسكر مع بعض كويس قوي مع الفانيليا علشان نحاول ان احنا ندوب حبيبات السكر، عشان كده بقول لكم سكر ابيض وحبيباته ناعمه. عندنا الزيت وعندنا الحليب، هنزلهم ورا بعض، هنزل الزيت الاول وبعدين الحليب. بس تعالوا الاول نخلط المواد الجافه اللي هي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر، وما ننساش ذره الملح. هاخد ذره الملح هنا على طرف المعلقه كده، خلاص نقلبنا كده المواد الجافه اللي هي دقيق، كاكاو خام، كوبايه دقيق، نص كوبايه كاكاو خام، وكمان معلقه كبيره من البيكنج باودر. كده جاهزين. احنا خلطنا هنا بيض، فانيليا، وسكر. نكمل بقى وننزل، وحطينا كمان ذره الملح دلوقتي. تعالوا ننزل الزيت،
كده بعد ما حطينا الزيت تدريجيا وبعديه على طول الحليب، نزلنا بالخليط البودر الدقيق الكاكاو ومعاهم البيكنج بودر، وعلى اقل سرعه بدانا ان احنا نخلط المكونات مع بعض. فاضل بقى المكون الاساسي معانا النهارده او الكيكه متسميه على اسمه، الميه المغليه. محتاجه تلت كوبايه، وانا محتاجه دلوقتي كوب معياري يا جماعه، صح؟ موجود؟ انا مش شايفه حاجه، انتوا لو عارفين مكانه تحديدا قولوا لي. طيب وصل وصل وصل، تمام. تعالوا كده ننزل الجوانب بتاعه الدقيق علشان ما تبقاش راكزه كده، لما نيجي نقلب كله بقى يتقلب مع بعضه وناخد النتيجه المظبوطه. تمام، وادي الكوب المعياري والميه سخنه جدا. يلا بسم الله، عايزين تلت كوباية بس كده زي الفل. يلا يلا بينا على أقل سرعة. ان المكونات تختلط مع بعض احنا كده زي الفل، وخليط الكيك بقى جاهز معانا هايل جدا. يلا بقى عايزاكم تخلصوا الحلقه وتجربوا الكيكه دي، هتعجبكم جدا 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 كمان. وتعالوا ننزل بقى الخليط كله في القالب اللي احنا مجهزينه زي ما اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكيكه دي بتاخد قد ايه في الفرن؟ بتاخد 40 45 دقيقه. ابتدي اختبريها من بعد ال 40 دقيقه. تمام، ليه بتطول؟ مع ان الكم مش كبير علشان فيها نسبه سوائل كبيره، فهتطول معاكي في الفرن شويه. يلا فرننا شغال على الرف الوسطاني على درجه حراره 170، وهندخلها على طول. تاني يا ريهام معلش ما سمعتكيش. بصوا يعني احيانا بيبقى الافران بتختلف من حد للتاني، تلاقي فرن حامي قوي حتى لو على درجه حراره 170، وممكن 170 دي بالنسبه لفرن تاني تكون قليله جدا. بنعرف الكلام ده ازاي بقى؟ مع الخبره، مع الشغل. كل ما بتشتغلي اكتر وبتعملي حاجات اكتر وبتبتدي تعرفي اجهزتك في المطبخ ده محتاج ايه وده محتاج ايه. ده طبعا ما ينفعش ان انا اقول فيه حل. يعني مثلا بنتي لما اتجوزت الفرن بتاعها تظبطه على 150 وحامي جدا، فخلاص طب هدي. كل مره ماما كيكه بتتحرق عاملاها على كام؟ 150. لا نزلي نزلي لغايه ما توصلي انك انت خلاص عرفتي الفرن بتاعك بيشتغل على درجه حراره كام عشان يطلع لك الكيك مظبوط. ممكن نخسر مره واتنين بس في الاخر هنظبط الدنيا. يعني 170 دي مش درجه حراره اساسيه زي ما قلنا، في فرن بيختلف عن فرن بس ده بيبقى بنسبه قليله. وتعالوا بينا بقى نعمل صوص شوكولاته ولا اروع من كده. نجيب بس كسروله صغيره، نجيب الويسك، ونبتدي نجمع بقى مكونات الصوص. عندي هنا دقيق، ودي الماده الرابطه اللي هتربط الصوص مع بعضه، المكونات بتاعتها مع بعضها. وادي الحليب، الميه، زي ما انتوا واخدين بالكم كده كله على البارد. وادي السكر، عندي كمان الكاكاو، واخر حاجه هتكون معانا الزبده ومش هحتاجها دلوقتي. واقلب ده كده كويس مع بعضه، وبينا يلا على طول نرفع على النار علشان نبتدي نسوي الصوص بتاع الشوكولاته. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا كده دقيق، حطينا الكاكاو، حطينا السكر، اللبن، الميه، ورفعت على النار وهستنى بقى الخليط علشان يبتدي يتجانس ويتماسك مع بعض وناخد قوام حلو جدا. هنا بقى انا سايبه الموضوع مفتوح شويه. ازاي القوام ده تقدري تعملي منه، او المقدار ده هيبقى القوام بتاعه الى حد ما تقيل شويه. طب افرض انا عايزه القوام اخف،
في ايديكي بقى، زودي لبن، زودي ميه لغايه ما تاخدي القوام اللي انت عايزاه. ساعات بنبقى محتاجين يبقى القوام خفيف شويه، عايزه اشرب الكيكه كده تبقى كلها مسقيه، وعايزه احيانا يبقى الصوص تقيل بحيث انه يعمل طبقه فوق الكيكه، دي ترجع لك انت بقى انت عايزه ايه. لو عايزاه تقيل هو ده تمام التمام، اما لو عايزاه خفيف علشان الكيكه تتشرب ويبقى الكيكه من جوه كده طريه كده ومتشربه، يبقى هنزود مع بعض شويه ميه لغايه ما ناخد القوام المطلوب. كده حطينا خليط الصوص على النار علشان يبدا يغلي، واول ما يغلي هيكون خلاص كده ربط معانا والدنيا تمام. بدأ خليطنا يسخن، ما تنسوش ان احنا معانا مكعب زبدة محترم هنخليه اخر حاجة نضيفها بعد ما الصوص يربط وناخد القوام اللي احنا عايزينه. على عشان يبان معانا اكتر، بصوا اولا لمعته رهيبة، باينة معانا اللمعة. تقيل الخليط تقيل، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هخفه بشوية مية زي ما قلتلك، ليكي بقى مطلق الحرية، انا مش عايزة بالتقل ده، فهخفه شوية، شوية مية شوية حليب، الاتنين هيدوكي نفس النتيجة، مفيش مشكلة خالص. نشيل بس المعلقة دي خالص ونقلب. انا هطفي النار تماما بما ان خلاص خلصنا والمية مغلية، فهضيفها لغاية ما اخد القوام اللي انا عايزاه بالشكل ده، واخر حاجه هضيفها هتكون الزبده. بعد ما طفيت النار خلاص يلا نحط الزبده. الزبده بقى هتدي طعم غني، خاصه بقى لو زبده كويسه، لازم تكون زبده صفراء. عملناه وظبطناه واحنا واقفين اهو، هوريكم بقى دلوقتي القوام. انا زودت حوالي نص كوبايه ميه تاني على المقدار، وزي ما قلت لك خدي القوام اللي انت عايزاه، سهل جدا، كل ما تعوزي زودي الميه لغايه ما تاخدي القوام اللي انت عايزاه. بصوا بصوا الصوص عامل ازاي، ناعم، لمعته حلوه، وطعمه بيبقى فظيع. الزبده بقى ساحت كمان، هايل جدا. احنا كده تمام، يلا بينا بقى نبتدي نظبط كيكتنا. الكيك بتاعنا بعد ما بيستوي طبعا بيتلاقيه نفش كده وقب في الفرن وبقى زي الفل. تعالوا بقى نبتدي نسويه علشان اعرف ان انا احط له بقى الصوص بتاعه. عينيا، بسم الله الرحمن الرحيم، كده كويس الدنيا باينه. يلا نشيل بقى الكلام ده، بسم الله. طيب الحاجات اللي انا هبتدي اسويها دي اوديها فين؟ اكيد طبعا مش هنرميها ابدا، احطها بقى في كوبايات، ماشي، حط عليها شوية فاكهة وشوية منصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه ونديه للولاد، هينبسطوا مننا جدا. عايزة اوريكم بس شكل الكيك من جوه. بصوا تحس ان الكيكة اولا طرية جدا، حسيها مسقية شوكولاتة كده، تحفة ما شاء الله بجد. يلا بينا بقى انا هقلبها الناحية التانية عشان تبقى مستوية اكتر، انا كده عرفت اقعدها. ابتدي احط عليها الصوص اللي احنا عملناه، وزي ما قلتلك اتحكمي في قوامه زي ما انت عايزة. لا قبل ما نحط الصوص عايزين حاجه مهمه جدا، هنخرم الكيك بالستكس علشان يبتدي كمان الصوص يدخل جواها وتدينا نتيجه ولا احلى من كده. يلا بينا. نعم بصوا بصوا بقى شكل الكيك رهيبه. انا عايزاكم تخلصوا الحلقه وتقوموا تجربوا الكيكه وتدعوا لي، كيكه بجد في منتهى الجمال ان شاء الله بجد تعجبكم، نتيجتها حلوه، الصوص كمان رهيب، تقدروا تستخدموه، تقدري تعمليه وتحطيه على اي كيكه انت عاملاها، هيخلي طعمها حلو قوي. الكيكه بتاعتنا من جوه طريه جدا، كمان خرمناها وسقيناها بصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه، فالنتيجه ولا اروع من كده.